يا مساء الخير عليكم، مساء الأمل والسعادة على كل مشاهدينا وعلى كل حبايبنا اللي بيشوفونا في كل مكان. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج شروق اليوم. يا رب يكون شروق اليوم مليان بالخير والأمل والسعادة على حضراتكم جميعا. النهاردة إن شاء الله محضرين ليكم فقرات كتير مختلفة ومتنوعة زي ما معودكم معانا دايما في برنامج شروق اليوم. خلونا نبدأ كده بأولى فقراتنا، والحقيقة احنا معانا بقى في أول فقرة ضيفة مميزة جدا جدا، شخصية قوية وقيادية وفي نفس الوقت محبوبة جدا جدا من كل الناس اللي الحقيقة هي اشتغلت معاهم. ضيفتنا من أصول الصعيد الجميلة، بدأت مشوارها في مجال التسويق من 4 سنين، وعلى الرغم من أنها انضمت لشركة لاستا للمنظفات من شهرين بس، إلا أنها قدرت أنها تسيب بصمة واضحة في الشركة وفريق العمل. عشان كده هي موجودة معانا النهاردة. خلونا نرحب بضيفتنا الجميلة اللي مشرفانا ومنورانا، أستاذة شيماء أحمد هريدي، موزع معتمد بمحافظة القاهرة بشركة لاستا للمنظفات وللتجميل. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. حبيبتي منوراني بوجودك معايا النهاردة. كده نورك. وعايزة أقول لك بقى أني مبسوطة جدا أنك معانا النهاردة. ربنا يخليك يا رب. طيب في البداية أنا عايزاكي بقى إيه تعرفي السادة المشاهدين كده بيكي أكتر، وعايزاكي تكلمينا عن بدايتك بقى مع شركة لاستا. طبعا أنت لسه إيه مستجدة. يعني منضمه من شهرين بس، وعايز اقول لك دي ما شاء الله يعني فتره قليله على النجاح اللي احنا سمعنا عنه. كلمينا عن بدايتك في شركه لاستر وعرفتيها ازاي. طيب اولا معاكم شيماء احمد هريدي، اشتغلت في مجال التسويق بالظبط ليا 4 سنين. أيوة. بس انضميت مؤخرا لشركه لاستر، كان الفتره اللي فاتت دي ال4 سنين كانها كانت تمهيد وتدريب ليا، عشان لما انضم في شركه لاستر اكون قد المكانه اللي انا اتحطيت فيها دي. الحمد لله بفضل الله في خلال شهرين حسيت بفرق كبير جدا. عايزه اقول لك ان انا المشوار بتاعي ال4 سنين بالنسبه لي انا اتلخص في شهرين في شركه لاستر. حلو قوي. عرفتي شركة لاستر منين اصلا؟ وده برضو مهم قولي. ده سؤال مش عايزه اقول لك ان هو شركة لاستر شركة لاستر معروفة للجميع. يعني مش محتاجة ان انا اعرفها، هي شركة لاستر معروفة للست البيت اللي قاعدة في البيت، والاي بما بالك بقى انا شغالة في مجال التسويق. فاوريدي انا كنت سامعة عنها قبل كده طبعا، ما شاء الله من اكبر الشركات الموجودة في السوق. طب انت بتقولي ان شركة لاستر من اكبر الشركات الموجودة في السوق، عايزة اعرف بقى من وجهة نظرك ايه اللي مخلي شركة لاستر فرقة كده عن باقي الشركات اللي في المجال او اللي في السوق؟ حاجات كتير، اهمها جودة المنتج طبعا والتسويق الصح. يعني هي مسوقة نفسها بطريقة، انا لسه منضمة للشركة جديد في شهرين، عايزة اقول لك ان انا ما لقيتش صعوبة ان انا اسوق اصلا للشركة. يعني الشركة أيوة. بالنسبة لي هي الاضافة، مش انا الاضافة للشركة خالص. الشركة معروفة لأي حد، سواء تاجر سواء موزعة سواء عميل. أي حد مجرد ما أنت بتقولي له أنا بشتغل في شركة لاستر عايزة مثلا أبيع المنتج ده أو عايزاك تنضم معايا، مش عايزة أقول لك مفيش صعوبة في التعامل. أيوة. فبالنسبة لي دي يعني فرقة معايا جدا. انت شايفة ان هم ما شاء الله المنتجات هي اللي مسوقة نفسها، خلينا نقول كده. جدا هو المنتج هو اللي بيسوق نفسه مش انت اللي بتسوقيه. يعني انت مش بتلاقي صعوبة ان انا اسوق للمنتج. لا اوريدي المنتج كده كده مسوق نفسه بالريفيوهات بتاعته، بآراء العملاء طبعا كلهم بيشكروا فيها. الشركة نفسها عارفة تشتغل على ده صح. جودة المنتجات والأسعار المناسبة. انت عارفة يعني ايه انا بنزل لك منتج فندقي بسعر مناسب لست البيت بالظبط، فده في حد ذاته اكبر انجاز. شكل العبوات مش عايزه اقول لك، انا لما استلمت الشغل اول اوردر والتاني انا كنت مبهوره بشكل المنتجات. شكل المنتجات تغريك ان انت تشتريها من غير اي حاجه. من غير ما انا لسه هشرح لك ده منتج فندق يا فندم، لا انا خلاص اشتريت شكل العبوه. هو باين هو باين انا اشتريت من شكل العبوه. طبعا الشركه فعلا شغاله على ده صح قوي. حلو قوي. طيب ما شاء الله انت محققه نجاح زي ما قلنا وفي وقت قصير في شركه لاستر. الحمد لله. كلميني عن مقاييس النجاح من وجهه نظرك، وهل شايفه ان ده النجاح اللي انت كنت بتتمنيه ولا لسه في حاجات برضو محتاجه انك تحققيها؟ انا لسه على اول طريق النجاح. بالنسبه لي انا لسه يا دوب بخطي اول خطوه. شركه لاستر مقياس النجاح بالنسبه لي فيها مختلف عن اي مكان تاني. اول حاجه ان انت انضميتي لشركه كبيره زي شركه لاستر، ده في حد ذاته نجاح بالنسبه لي. تاني حاجه مدام مروه صاحبه شركه لاستر كانت معلمانا او قايلانا جمله كده عجبتني جدا، سرعه دوران راس المال ده بيفرق جدا معاكي انت كموزعه.
حتى لو كان هامش الربح بتاعك انت شايفاه ان هو قليل او صغير، بس انا ببيع كميات كتيره جدا. بالزبط. فانا بالنسبه لي انا محتاجه ايه اكتر من كده؟ ممكن يبقى عندي منتج على فكره مكسبي فيه 1000 جنيه مثلا صيانه، بعد كده انا هلاقي هو نايم، مش انا مش عارفه اسوق له، هو مش بيطلع اصلا. صح. بجانب ان انا منتج انا ربحي فيه مثلا 500 جنيه، فانا لا ده بجيب اوردر في الثاني في الثالث مطلوب. صح. فده في حد ذاته نجاح. فهي فعلا كلمه مهمه جدا جدا، سرعه دوران، سرعه دوران راس مالك او راس المال. اه طبعا مهمه جدا. طيب بناء بقى على النجاحات اللي ما شاء الله شايفين شركه لاستر محققاها، وبناء على حاجه بتقوليه دلوقتي ده، شايفه شركه لاستر فين في المستقبل؟ رؤيتك ليها ايه؟ وشايفه نفسك فين في شركه لاستر قدام؟ بص، شركه لاستر على الخطوات اللي ما شاء الله الكبيره الناجحه اللي هي ماشيه بيها دلوقتي، شركه لاستر من اكبر الشركات الموجوده حاليا في السوق. تمام. في فتره قصيره جدا قدرت تثبت نفسها، اللي انا متوقعه ان هي هتبقى رقم واحد في الوطن العربي ان شاء الله وفي مصر كلها، لان ما شاء الله احنا دلوقتي بنصدر، فانت وصلت للعالميه ما شاء الله. فده في حد ذاته برضو انجاز. فبعد كده انت كشيماء شايفه نفسي فين فيها؟ كل ما الشركه طبعا بتكبر انت بتكبري معاها، انت اكيد بتكبري معاها. انا لسه في اول خطوات نجاحي او خطوات ان انا انضم ليها في شهرين. لا، فرق جامد، فرق جامد، فرق جامد في مده قصيره جدا. المده القصيره قوي دي طبعا. انا عايزه اقول لك، انا اصلا انا شايفه ان اللي موجودين في شركه لاستر بسم الله ما شاء الله كلهم عمالقه، يعني اللهم بارك، يعني كوادر اسماء تقيله. فانت كنت عايزه تبقي وسط الناس دي في فتره زمنيه معينه، يعني قصيره ان شاء الله باذن الله توصلي لوسط الناس دي، لان فعلا اللي بيشتغل في شركه لاستر مش مهم اللقب اللي انت بتتكلمي. يعني انا داخله الشركه موزع معتمد او وكيل، لا مش مهم خالص اللقب، المهم انت في الشركه في التيم بتاعك عامله ازاي، وضعك عامل ازاي في الشركه. بالظبط فعلا، ده الاهم. طبعا. وعايزه اقول لك، انت مهما كان برضو البوزيشن بتاعك في الشركه، اي انت بتنتمي لشركه كبيره، فانت اوريدي كبيره ايا كان اللقب بتاعك. طبعًا. فيها ايه؟ طبعا يكفي ان انت بتنتمي لشركه كبيره واسمها كبير. زي اسم شركه لاستر. بالظبط. طيب انت دخلتي مجال صعب قوي، يعني خلينا نقول ان مجال التسويق ده مجال شاق وصعب، وكل اللي شغالين فيه عارفين كويس، بتلاقي صعوبات كتير، عارفين الكلام ده كويس جدا. كلميني شويه بقى عن الصعوبات اللي واجهتك عموما في المجال نفسه بشكل عام، ازاي قدرتي تتغلبي عليها، وهل مشاكل التسويق دي قابلتك في شغلك مع شركه لاستر ولا لا؟ اولا كان انا شغاله في مجال التسويق ليا 4 سنين زي ما انا قلت لحضرتك. كانت في عندي صعوبه كتير، اولا في التسويق. التسويق بالنسبه لي كان موضوع صعب، ان انا اقنع العميل او اقنع التاجر ان انا ممكن اعرض عليه المنتج بتاعي. كان بيبقى بالنسبه لي فيه صعوبه، انا لسه ببذل مجهود كبير ان انا اعرف اللي قدامي باسم الشركه مثلا او بالشغل بتاعي انا ايه. لا، انا لما جيت لاستر انا عايزه اقول لك، انا مجرد لما بقول بس مثلا، هو الطلب عليه اصلا كتير، هو اصلا معروفه. انت نص المجهود اللي انت بتبذليه مش بتبذليه خالص دلوقتي. انت مجرد ما بتقولي لحد معايا شغل لاستر، مش عايزه اقول لك تفاصيل على طول الكلمه المعتاده ما شاء الله. لو انت نزلت لتاجر وقلتي له انا مثلا بنزل شغل لاستر جمله، تمام، وحد ما يعرفش لاستر، انا عايزه اقول لك انا الجمله دي اتقالت لي كتير، حضرتك انا بنزل شغل لاستر. طبعا انا اصلا عايزه اقول لك ان انا والله العظيم، وانا ما بقولش والله العظيم كده، انا لما بشوف ست بيت كاتبه في اي جروب، يا جماعه عندي مثلا نمل، يا جماعه عندي مثلا مشكله في كذا، عندي الدهون كذا، انا بلاقي لاستر دي متكرره بشكل فظيع. طبعا. وبجد من اكتر اسماء الشركات اللي الناس بتكتبها، تبقى بقى في اي مكان والاقي واحده بتشتكي من حاجه معينه، منظفات او ايا كان الناس اللي حواليها، لاستر، استخدمي لاستر. طبعا. وده والله بيحصل بالفعل، يعني حقيقي. طبعا، هي عارفه فعلا هو متسوق. صح، متسوق. صح. السبب الوحيد، او خلينا نقول مش الوحيد، السبب الاهم فعلا للتسويق، ان المنتج اللي بيشتغل فيه او اللي بياخده بيمسك فيه. صح. ما بيقدرش انه خلاص يستغنى عنه، وعشان كده دايما بقول ان المنتج الحلو بيسوق نفسه مهما كنت مش محتاج منك مجهود اساسا، بتستخدمي مهما كنت بتستخدمي طرق تسويق كبيره جدا جدا، لو المنتج ما يستاهلش العميل هيستلمه مره وخلاص، مش هيكررها، عمره ما هيرجع لك تاني، ومحتاجه تبذلي مجهود تجيبي عميل جديد يجرب لاول مره وهكذا، وخليكي بقى في الدوامه دي. صح. بس فاحنا بنعمل، هو بيفرق فعلا في التسويق الصح للشركه. الشركه خلاص اوريدي هي حطت اساسات، وانت شغال، انت جايه مدام مره وقالت لي جمله مش عايزه اقول لك، بتقول لي انت جايه على التورته جاهزه، انت جايه للتقطيع، احنا خدنا التعب الاول. صحيح، هي عندها حق معايا على الحقيقه. انت جايه دلوقتي خلاص، الناس اللي تعبت وفعلا عملت اسم لشركه لاستر، انت جايه دلوقتي فعلا، انت
انت ما شاء الله من المحظوظين يعني جدا. انا قلتها لها والله أيوة. في التعليقات قلت لها انا من حظ الحلو ان انا انضميت للشركه دلوقتي في وقت يمكن بالنسبه لي ممتاز جدا. تمام. طب انت شغلك كله من البيت. من وجهه نظرك شايفه ان فكره الشغل من البيت اصلا دي ميزه ولا عيب؟ وهقول لك ليه. لان في ناس برضو تيجي تقول لك ايه، اشتغلي موظفه ليكي مرتب ثابت بتقبضيه كل شهر، عارفه بالظبط هيدخل لك كام وهكذا، تقدري ترتبي امورك عليه والكلام ده كله ثابت طبعا. بلاش تشتغلي مثلا شغلانه من البيت بحيث ايه النهارده فيه وبكره مفيش وكلام من النوع ده، انت مع الكلام ده ولا لا؟ انا مع فكره الشغل طبعا من البيت. ليه؟ يختلف تماما عن الشغل ان انا بشتغل يعني ست عامله، في فرق جامد طبعا ما بين الاثنين. انا متحكمه في شغلي، انا كست بيت بشتغل اونلاين انا اللي متحكمه في كل حاجه. متحكمه في وقتي، متحكمه في مثلا انا النهارده تعبانه ماليش مزاج ان انا اشتغل. لكن طبعا الموظفه لا، اجبارا عليها ان هي تنزل. بالنسبه للستات تبقى صعبه جدا طبعا ومشقه قويه مع ولو معاكي اطفال استلزامات طبعا البيت يعني مسؤوليه كبيره جدا طبعا طبعا واطفال وهكذا. طبعا الموظفه في دخل ثابت بيديك الامان طبعا ان انا كده كده يعني انا مرتبي بيوصلني اخر الشهر. بس هل في ابداع؟ لا. لكن انا كشيماء شغاله اونلاين طبعا عندك مساحتك اللي تبدعي فيها، انت حره. انت عارفه ان انت مثلا كل ما شطارتك او كل ما شغلك بيزيد دخلك بيزيد. هل ده بيحصل مع الست الموظفه؟ لا طبعا. يعني انت لو اشتغلت كتير جدا هو مرتبك انت بتاخديه، لكن انا مجال الابداع بالنسبه لك مفتوح. في كده مقوله تقول لك طول ما انت موظف عمرك ما هتغتني. فعلا انت هتفضل مش محتاج لكن مش هتغتني، صح؟ فعلا فعلا دي حقيقه. ان الشغل انت كمان انت حره نفسك. انت المتحكمه في كل حاجه في حياتك. حلو. انا النهارده ليه مزاج امسك التليفون واشتغل واشير؟ مفيش حد رقيب عليكي بيقول لك فين شغلك. لو سمحتي النهارده ما نزلتيش ليه بوست؟ بتنظمي وقتك حسب ظروفك طبعا طبعا. مختلف تماما عن الست اللي بتبقى ماشيه بعدد، عارفه انت اللي انا ماشيه بوقت وبجدول وفي اداره وفي تحكمات كتير غصب عنك بتبقى عليكي. وعايز اقول لك على حاجه برضو، هما بيتكلموا في حته الامان انك موظفه وحاجه ضمنها، بس الفكره ان انت لو شغاله برضو مع شركه محترمه فده في حد ذاته امان. انت اوريدي حققتي الامان وقاعده في بيتك. صح. بلس ان انت ممكن تحققي اصلا ارباح اعلى من الموظفه بتحققها بكتير بكتير. فانت معاكي الامان ومعاكي الارباح وكمان معاكي وقتك. عايزه اقول لك ان انت كمان ربحك ده معتمد عليكي. يعني انا كل ما ببدع اكتر، كل ما اشتغل اكتر، كل ما اوسع الدايره بتاعتي اكتر، كل ما انا الربح بتاعي بيزيد. فغير بالزبط. تماما الموظفه انا كده كده محدود، الابداع بتاعي حتى محدود. طيب ناس كتير مستدامه مشاهدين اللي بيشوفونا وستات البيوت نفسهم انهم يوصلوا للمرحله دي ان هم يحققوا دخل وارباح، ولكن مش عارفين يعملوا ايه ويبداوا ازاي. واكيد في ناس من اللي سامعينها دلوقتي نفسهم ينضموا لشركه لاستر ويبقوا موزعات زي حضرتك كده، ولكن برضو مش عارفين يعملوا ايه. قولي لي نصيحه كده لكل ستات البيوت اللي بيشوفونا ازاي انهم يقدروا يشتغلوا من البيت خصوصا لو حابين انهم ينضموا لاستر. اول حاجه الشغل في حد ذاته دي بيجي لك كده كان فرصه. انت لو فعلا انتهزت الفرصه دي، يعني انا دلوقتي مثلا فرصه لاي واحده بتتفرج علينا دلوقتي على أيوة. الشاشه وبتشوفنا ان انا بقول لك تعالي اشتغلي في شركه لاستر. مفيش اي قيود عليكي، مفيش تارجت، مفيش اي حاجه اعباء انا بحطها عليكي بقول لك لا انت لازم تشتغلي، لازم تنشري، لازم في مفيش الكلام ده، مفيش عضويه. انا كنت في يوم من الايام زي اي واحده من الموجودين دلوقتي بيتفرجوا علينا. كنت في يوم من الايام برضو ما فيش شغل وقاعده في البيت. سبحان الله جت برضو اعلان على التلفزيون وشفت الاعلان عن شركه وانضميت ليها وخدت الخطوه وبدات. انت مستنيه ايه؟ انت هي الموضوع بالنسبه لك خطوه، خديها ويكون عندك هدف. انا عايزه انجح، انا عايزه احسن دخلي، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. انها هتحقق نجاح زي ما قلنا سهل جدا في شركه لاستر، هي كل الحكايه ان هي هتنضم. بالظبط، هو طبعا. كل اللي عليك ان انت تنضم لينا بس. بالزبط. الباقي كله بقى انا ما اشتغلتش تسويق قبل كده. عادي، ما انا في ناس كتير معانا ما اشتغلتش اول مره تشتغل تسويق. التسويق احنا اللي بنعلمه لك. تمام. انا ما عنديش خبره اساسا ان انا اتكلم مع العميل او ان انا اعمل جروب او انا كل ده انا اللي بتعلمه طبعا كده. يعني يعني هم كده طب هيعملوا ايه؟ هم بس هو كل يعني اللي كل انت عليكي خدي بس الخطوه. ما تقعديش بقى تشكي من الظروف والدنيا وانا عايزه اخد الخطوه دي بس مش عارفه. لا، خديها. وعايزين ناكد برضو على الساده المشاهدين، اي حد بيشوفنا دلوقتي حابب ينضم او حابب يتواصل مع استاذه شيماء، ارقام التواصل الخاصه بيها على الشاشه. يعني احنا مسهلين لكم كل حاجه، الجروب الخاص بيها برضو على الشاشه قدام حضراتكم،
فيعني بصراحه انا بحييكي على ده، عمليه التسهيل و... طبعا انا الموزعات ما فيش اي لود عليكي من اي نوع. انا بقول لك تعليل، انا مش عايزه منك اي حاجه غير ان انا هعلمك تسويق، هعلمك ازاي تبقي موزعه شاطره، ازاي اديكي، انا بديها الجروبات اللي تشتغل عليها. يعني ابداي انشري النهارده، الداتا كلها اللي بتبداي تشيريها انا اللي بديها لك. فالموضوع اسهل مما يكون، وفي نفس فرصه عمل اهو بقى، فرصه عمل يعني من البيت من البيت. لا وفي حاجه موثوق فيها، منتج مسوق نفسه، فاحنا مش هنتعب في اي حاجه بالظبط خالص. طيب لاي حد بيشوفنا عايز او مقبل على فكره انه يجرب منتجات لاستر ولكن متردد، لا 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 مفيش تردد. ايه هو المنتجات اساسا، انت مجرد ما هتجربي اول منتج خلاص هو المنتج بيجيب التاني بيجيب التالت. الشركه مش مخليه لك اصلا، الشركه فيها منظفات مغطيه كل حاجه، كل احتياجات البيت، فانت بتاخدي كل احتياجات حشرات. كل وكوزماتيك عندك كمان براند مارفا. عايزه اقول لك ان كل حاجه بتحتاجها ست البيت الشركه موفرها لك، فانت بتاخدي احتياجاتك كلها من مكان واحد موثوق منه. وفوق كل ده ان الشركه ما شاء الله منتجاتها، مش عايزه اقول لك اللي بيجرب منتج واحد بس خلاص خلاص انا عندي زي خط ما قلنا ثقه. خط ثقه في المنتج، بيتعامل على طول مع المنتج طبعاً. طبعا الصفحه الخاصه باستاذه شيماء على الشاشه قدام حضراتكم دلوقتي برضو للتواصل. عايزه اقول لك ان انا جربت في بيتي منتجات لاستر وما شاء الله، يعني هي بالنسبه لي والله العظيم والله العظيم الحقيقه مش كلام كده وخلاص، رهيبه رهيبة. أيوة طبعا يعني وخصوصا بقى موزبات الدهون والحاجات دي كلها، يعني حاجة كده سحر. الشركة وريحت ست فعلا. بصي أقولك الحاجة، جودة المنتجات بتخلي أي عميل يجرب المنتج خلاص اوريدي أنا اشتريت. أيوة. أنا هروح أجرب ليه تاني في شركة تاني؟ ما أنا خلاص اشتريته واقتنعت، والمنتج اللي أنا جبته جاب لي النتيجة اللي أنا المرضية ليا. والمنتجات ما شاء الله كلها، عايزه اقول لك ان كلها فعاليتها اللهم بارك مركزه جدا. ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما سابوش حاجه. انا عندك معطرات موجود، وانواع المعطرات بقى، رائحه المعطرات الرهيبه والسكريت ده. وفي نقطه مهمه، طريقه الاستخدام دي بتفرق جدا جدا حضرتك جداً في خدمه ما بعد البيع. احنا العميل بياخد المنتج، انا بدخل لو في عندك اي شكوى. انا اللي بعرفك طريقه الاستخدام. أيوة. انا اللي بتابع معاكي كل لحظه. فده مش هتلاقيه في اي شركه تاني. طيب انت تيم ليدر شاطره جدا واحنا سامعين عنك ده، قولي لي بقى بتتعاملي ازاي مع التيم بتاعك علشان ما شاء الله يحبوكي بالشكل ده؟ ما شاء الله برضو كلهم بيحبوكي جدا جدا واثبتي نفسك معايا. كلميني بقى عن التيم بتاعك، بتتعاملي معاه ازاي؟ بصي انا التيم اصلا انا عندي اتنين تيم. تيم انا كنت شغاله قبل كده في شركه تاني، فعندي اوريدي تيم. التيم ده عايزه اقول لك من كتر ما انت معاهم ما شاء الله الدنيا سهله وبسيطه ومش بتصعبيها عليهم، بالعكس انت بتديهم الخبره بتاعتك كلها، بتتعاملي معاهم كانك عاديه جدا. انا مش بكلمك على اساس ان انا ليدر بقى وبدخل ادي الجروب بدي اوامر، لا خالص. انا بدخل مش عايزه اقول لك هزار وضحك. اعتقد ان انت مستمده ده من القياده. صح القياده صح. ما ده مروه احتواء بالظبط، احتواء بالنسبه لك صراحه. اتعلمتي ان الاسلوب رزق. عارفه لما صح. تلاقي اللي قدامك بيقدرك وبيسهلها عليك وبيبسطها لك والدنيا بسيطه، فده عارفه انت بيخليكي، طب ما انا بيتعمل معايا كده فانا طبيعي اوريدي انا بعمل ده. هتتعاملي كده طبعا. لان انا مفيش ضغط عليا، وانا لما بكون مضغوطه طبيعي ان انا هضغط. هتطلعي ضغطك في التيم بتاعك. طبعا صحيح. طبعا طول ما انت مرتاحه نفسيا لا هيبقى هتتعاملي بنفس بتتعاملي الطريقه اللي انت بكل اريحيه اللي بيعاملوكي بيها القاد. عايزه اقول لك ان انا التيم بتاعي دلوقتي في شركه لاستر ما شاء الله اللهم بارك من اقوى التيمات الموجوده دلوقتي. عايزه اقول لك في فتره قياسيه جدا ده حقيقي. ما شاء الله، يعني مش هتكلم عليهم كتير، ربنا يحفظهم ويحميهم من الادمن بقى. والله يا رب. يعني عايزه اقول لك الادمن مدام نبيه ممتازه جدا، واقفه مع كل الموزعات. عايزه اقول لك اني عندي مش عايزه انسى حد، مدام ولاء ومدام فاطمه دول بذره امل طالعه كده للشركه اللهم بارك. يعني مشروع نجاح بصراحه. الناس كلها والله العظيم جدا كلهم قياديين جدا جدا وكلهم محترمين. حطي تحت كلمه محترمين دي مليون خط، ان انا اتعاملت معاهم كلهم الحقيقه شاطرين ومميزين بيتعاملوا بذكاء وفهموا بقى الشغل. وده طبعا كله زي ما قلنا راجع برضو للقياده. للقياده طبعا، لان البيئه بتاعت القياده نفسها بيئه صحيه. انا مش بحط عليك اي لود، فانا سايباكي تبدعي بقى في مجالك براحتك. انا عايزه اقول لك اصلا انا في الجروب عندي مش عايزه اقول لك انا عامله ازاي معاهم. يعني تردي على كل واحده فيهم، في تساهل في التعامل، بتسهل الدنيا حتى عليهم في الشحن، في طريقه الدفع، كل حاجه. فده هم شايفين ان ده طبعا من ضمن المميزات الكبيره اللي هم مش هيلاقوها بره. حلو قوي. طيب
مين بيدعمك بقى في شغلك وفي مجالك ده، سواء بقى داخل لاستر او خارج لاستر؟ خلينا داخل لاستر. طبعا بما ان انا لسه ليا شهرين فانا ما اعرفش حد كتير صراحه جوه للاسف الا مدام مروه. تمام. فبالنسبه لي الدعم الرئيسي طبعا الدعم الرئيسي عايزه اقول لك ان يعني صاحبه الشركه بذات نفسها مؤمنه بيكي. احنا قعدنا مع بعض مرتين ثلاثه، عايزه اقول لك ان هي فهمت دماغي ماشيه ازاي، عرفت تستوعب ده، كسبتني انا كدماغ. هي عارفه نقط القوه عندي شيماء، ما شاء الله ذكيه جدا. عايزه اقول لك ان هي لا انت جواكي ما شاء الله اللهم بارك عقليه حلوه ما شاء الله، تتوظف صح. صح. فعارفه انت لما تقولي انت كده لحد عندك ده انت كده بتاخدي عينيه. عايزه اقول لك ان انت هتبقي عايزه، انا عايزه اعمل المستحيل عشان اثبت لها بالظبط ان انا صحه وجهه نظرها فيك. طبعا ان انت اختيارك صح، تبقي عند حسن ظنها طبعا. انا عايزه اقول لك ان انا من ضمن اسباب ان انا انضم للاستر ان انا اصريت ان انا اكون في تيم العالميه. انا مش عايزه اكون حد يديني اوامر او يديني اوردرات الا هي. مع ان انا متاح بالنسبه لي كنت اروح مع اي حد تاني، لكن لا انا عايزه العالميه تبقى هي اللي دلوقتي بتدربك. حلو. انت متخيله؟ خارج لاستر بقى طبعا زوجي رقم واحد. يعني عايزه اقول لك بيتحمل معايا كتير جدا يعني في ضغط الشغل. دايما سبورت ليا الحمد لله. اولادي طبعا ان شاء الله ربنا يبارك رب يحفظكم كده لبعض. مشكورك جدا على وجودك معايا بجد، شرفتيني ونورتيني. ومزيد يا رب كده من النجاح، واشوفك بقى ايه ان شاء الله. مش هقول وكيله لان احنا زي ما قلنا متفقين ان الالقاب ما مش القاب. ان شاء الله باذن الله هتلاقيني الحلقه الجايه معاكي وكيل دولي باذن الله. باذن الله تعالى. بشكرك جدا على وجودك معايا. مشاهدينا كده وصلنا مع بعض لنهايه فقرتنا، خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا من شوق اليوم. تابعونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقراتنا من شروق اليوم. والحقيقه فقرتنا دلوقتي مهمه جدا جدا بقى لكل ستات البيوت اللي بيشوفونا ولكل العرايس اللي بيشوفونا، لان معانا شركه من اهم واقدم شركات الادوات المنزليه والادوات الكهربائيه والتحف والانتيكات اللي ما يقدرش يستغنى عنها طبعا اي بيت، وكل بيت بيحتاجها بالتاكيد، وهي شركه سفينكس مصطفى نصر جروب. عشان كده منورنا النهارده ضيفنا الكريم اللي مشرفنا ومنورنا، وهو استاذ عادل عاطف مدير معرض المنصوره ومسؤول التسويق بالشركه، عشان يكلمنا اكتر عن الشركه ويعرفنا اكتر بمنتجات الموجوده في الشركه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، منورنا بوجودك معانا. نور حضرتك، شكرا جدا. طبعا ده اللقاء الثاني لينا صح؟ أكيد. كان في لقاء بيننا سابق قبل كده. مظبوط. والحقيقه انا مبسوطه جدا انك موجود معانا، لان ما شاء الله انتم معروفين دايما بجوده المنتجات بتاعتكم، وعشان كده حابين تكونوا معانا للمره الثانيه عشان نوصل ده للساده المشاهدين. في البدايه انا عايزاك تكلمنا وتعرف الساده المشاهدين عن شركه مصطفى نصر جروب او سفينكس مصطفى نصر جروب في البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه يعني الحمد لله شركه مصطفى نصر جروب سفينكس لينا صرح كبير قوي في مجال الادوات المنزليه، موجودين في السوق المصري من سنه 1961، داخلين قرابه 63 سنه من الخبره والمواكبه والتطوير. الحمد لله كل فتره موجودين في السوق ببراندات جديده، بديزاينات جديده، بترندات جديده. حابين نكون دايما متواجدين في كل بيت مصري، حاجه تزيدنا شرف وحاجه تساعدنا ان احنا نقدر نسعد كل ست بيت وكل عروسه بتجهز بيتها. حلو قوي. طيب انا عايزاك بقى تعرفنا كده وتعرف الساده المشاهدين بالمنتجات او خلينا نقول الادوات المنزليه والكهربائيه اللي موجوده عندكم في الشركه. احنا يعني عايزين نطمن كل ستات البيوت وكل العرايس اللي مقبله على الجواز ان شاء الله. عايزين نطمنهم الدنيا لسه بخير ان شاء الله. أيوة. لسه في الحمد لله اسعار مهمة كويسه. مهمه قوي النقطه دي والله دلوقتي فعلا في الوقت اللي احنا فيه. بفضل الله زي ما بقول لحضرتك كده، دايما بنواكب التطور، دايما بنحاول نوفر اعلى منتج باعلى ماتيريال بافضل سعر، يعني نبقى مقدمين افضل قيمه بافضل سعر. تمام. موجود عندنا بنقدر نقدم كل حاجه خاصه طبعا بجهاز العروسه وكل ست بيت، من اطقم الصيني، اطقم الشاي والجاتو، اطقم الحلل باختلاف انواعها، الجرانيت والتيفال والستانلس. براندات طبعا كبيره معروفه، زهران، كركماز، نيوفلام. وبراندات مصريه قويه جدا كنا اتكلمنا عليها برضو قبل كده. ايوه. كل حاجه خاصه باطقم البروسلين، اطقم العشاء، اطقم التوابل، اطقم الشوربه، اطقم الكاسات، البوهيمي، الكريستالات. حلو.
كل ما هو يخص جهاز العروسه بفضل الله. اي حاجه العروسه محتاجاها في مطبخها موجود عندكم من الابره للصاروخ ان شاء الله. يعني هقول لك على حاجه، فكره ان العروسه لما بتيجي تجهز فعلا بتلف السبع لفات وبتدوخ بالظبط، وفكره ان انا اجيب ده من هنا واجيب ده من هنا موضوع شاق جدا. فان الاقي كل حاجه انا عايزاها في مكان واحد، فدي الحقيقه نقطه احييكم عليها، وفي مكان واحد بفضل الله ودرجات مختلفه تناسب كل الاذواق وتناسب كل الاجواء برضو من كل حاجه بقى. انتم معروفين دايما بذوقكم العالي يعني ده ما فيش خلاف عليه طبعا. طب احنا معانا برضو بعض الفيديوهات على الشاشه، عايزين بس نعرضها وعايزينك تعلق لنا بقى على الحاجات ايه اللي معانا. وزي ما حضراتكم شايفين معانا كده، ده قسم الكهرباء معانا براند قوي وحصري جدا، براند مصري برضو، باكد لك دايما على المنتجات المصريه، براند نيوكلاين. انتقل من كمان فكره ان هو بيقدم منتجات حلة الجرانيت، كمان دخل قسم الكهرباء ما شاء الله، مقدمين مفرمه 3000 واط، مفرمه لحمه قويه جدا، مقدمين غلايه مفرمه. بالنسبه للكهرباء عاملين شغل عالي جدا، ضمان 3 سنين. ده بالنسبه لقسم الكهرباء. بالنسبه لقسم الشاوي الجاتو، كوليكشن كبير جدا، ده معانا كده تقوم الشاوي الجاتو فوق ال 100 موديل كوليكشن، بعروض اسعار كبيره جدا، بخصومات توصل ل 50%. دي اطقم الدلع بقى، الاطقم الجاتو والشاي والحاجات دي اصلا الوان ما شاء الله يعني. حاجات تناسب برضو كل الاذواق، حاجات كلاسيك، حاجات شغل مذهب، حاجات ترندي، روميو وجولييت، الغزاله، علاء الدين، كل دي ترندات، طعم شاي بريبري، تايجر. الالوان كلها ترندي جدا وشيك قوي قوي، وحتى ذوقها عارف مناسب ايه للجيل الجديد بقى، او اذواق تناسب اذواق المودرن واذواق كلاسيكيه. بنحاول دايما ان احنا نبقى موفرين اكبر كوليكشن يناسب كل الاذواق. تمام، نشوف الفيديو اللي بعده. معانا كمان كوليكشن المعالق، مثلا شنط المعالق 86 قطعة، الأرشيا، النهير، الأكتيف، إكسفورد، سفينكس، براندات محترمة جدا، معالق ستانلستين نقي، درجة نقاء طبعا 18/10، مذهب، سادة، ليزر، ألوان. برضو معانا في المعالق في كوليكشن معالق 26 قطعة و24 قطعة و30 قطعة و110 قطعة و162 قطعة. بنحاول دايما ان احنا زي ما قلنا قبل كده نوفر كل الاحتياجات وكل الاذواق. تمام، اطقم الصيني، اطقم البنشاينا، اطقم الصيني الكامل، الماليزي، التايلاندي، الصيني، المصري، الفوم بنشاينا. طمني عن اسعار الصيني دلوقتي. بصي الاسعار كلها طبعا احنا في الفتره الاخيره حصل الزيادات اللي حصلت، بس بفضل الله احنا الحمد لله زي ما قلنا كده في اول حلقتنا بنحاول نقدم افضل سعر مع افضل قيمه. بيساعدنا في ايه كده؟ تاريخنا ومكانتنا في السوق. دايما يد اولى معظم الشغل استيراد شركه سفينكس او تصنيع شركه سفينكس خطوط انتاجنا، فدايما بفضل الله بنقدم للمتابعين أفضل بتوعنا وأعلى جودة بالظبط كده. طيب احنا انا شايفه بقى الوان ترندي قدامنا دلوقتي، عايزاك تكلمنا بقى عن التحف اللي احنا شايفينها قدامنا دي. ومعنا كمان كوليكشن جديد من الملامين 38 قطعه، مقاسات كويسه جدا، بنقدم ثلاث مقاسات اطباق، مقاس طبق غويط، مقاس طبق مسطوح، مقاس طبق جاتو. معانا كمان ست كولات كبيره للشوربه وست كولات صغيره للصوص. معانا كمان حله خضار، ومعانا ثلاث سرافيس مستطيل، ومعانا سرفيس كبير مربع. معانا طبعا معلقتين للغرف. بفضل الله المكونات الطقم والماتيريال متكامله جدا، يعني هتخلي ست البيت فعلا مش محتاجه تستخدم اي حاجه تانية او اي اطقم تاني. وكمان ان هو امن معاها في كل الاستخدامات، امن معاها في الميكرويف مع الاطفال كمان ما بيتكسرش. وعايز اقول للساده المشاهدين احنا لسه راميين دلوقتي والله الاطباق اللي حضراتكم شايفينها دي، وفعلا هي ما اتكسرتش، وكنت حاطه ايدي على قلبي لان الماتيريال بتاعها عموما ده او ده تحس ان هو ايه مش من الملامين اللي احنا متعودين عليه. ففعلا كنت قلقانه انه يتكسر، لكن هو لا فعلا ما اتكسرش. الماتيريال الحمد لله خاليه من اليوريا علشان تبقى صحيه جدا مع الاكل، مع مثلا في الميكروويف، مع الاكل السخن، مع اي حاجه ما يبقاش في اي تفاعل، ما يبقاش في اي اضرار ابدا. تمام، احنا دايما بنجرب المنتجات بتاعتنا، وبالذات انا عايز اقول لحضرتك ان كل ده
صنع في مصر. تمام. كل الميلامين ده الحمد لله كان صناعة مصرية ومحلية. بالظبط طيب كده. طيب بالنسبة للطقم ده؟ ده الترند بقى بتاع 2024. هو شكله ما شاء الله تحفة. ده طقم ميلامين برضو 44 قطعة. ما شاء الله بقى لامين كل حاجة زي ما حضرتك شايفة. أيوه. تلات مقاسات كبار للإطباق، أربع مقاسات بولات، في بولات كمان للصوص صغيرة، في معانا سرافيس ستيك أربع مقاسات. ما شاء الله الطقم عليه ضمان مدى الحياه بقى، مقاوم للكسر، مقاوم للصدمات، ضد التجريح وضد الخدش، معانا سكينه، معانا اي حاجه، مفيش اي مشكله معانا. عايز اقول لك انا مستخسره اصلا ويتقال عليه ميلامين، يعني ده يتحط في النيش، فاهم؟ الحمد لله موجود بقى طبعا من كل موديل اشكال والوان مختلفه، الساده، المرسوم، الوان جذابه جدا، الوان ترندي. بنحاول دايما نوفر كل الاذواق وكل الاحتياجات. طيب دلوقتي انا قاعده بتفرج على الفقره او مكان اي ست بيت بتشوفنا، الاقي بقى المنتجات دي فين؟ اماكن تواجدكم فين؟ والفروع بتاعتكم ازاي الناس تقدر تتواصل معاكم؟ ازاي الناس تقدر تنزل تروح فين عشان تلاقي الحاجات دي؟ احنا زي ما قلنا قبل كده موجودين المقر الرئيسي والستور الرئيسي في المنصوره في شارع سيدي عبد القادر، معرض سفنكس مصطفى نصر، الناس كلها تقدر تشرفنا وتنورنا. تمام. موجودين في فرع في القاهرة في درب سعادة خلف مول أزهر، برضو الأرقام موجودة على الشاشة، الناس تقدر تتواصل معنا. الناس كمان تقدر تلاقي منتجاتنا ومنتجات سفنكس في مولات كبيرة وهايبرات كبيرة زي الشوة، زي جملة ماركت، زي المرشدي، زي كوكو اند اس، جاليري بيومي، معرض التقوى، أسامي كبيرة وليها ثقة، وبفضل الله منتجاتنا هتلاقوها بكل سهولة في كل حتة. أقرب بالظبط كده. طيب. أقرب منافس بيه. طيب في تواصل اونلاين ولا لا؟ اكيد طبعا. يعني دلوقتي واحده مثلا مش من النوع اللي بتحب اللف كتير وكده وبحب اطلب اونلاين، ده موجود؟ موجود طبعا. نقدر نتواصل من خلال البيجات بتاعت الصفحه، نقدر احنا نتواصل، ممكن نعرض الصفحه برضو الخاص بيهم على الشاشه. تمام اتفضل. نقدر نتواصل من خلال الارقام اللي ظاهره معانا، خدمه توصيل اونلاين لحد باب البيت. تمام. بنقدم لك كمان يعني بتقابل قابلتنا بعض المشاكل اثناء التوصيل الاونلاين وكده، ان العميل مثلا محتاج طبعا حقه ان هو يفرز ويعاين المنتج بتاعه قبل الاستلام طبعا، عشان لو طقم مثلا زي ما بنتكلم على طقم ال 44 قطعه، فمش هنوقف الناس تفرز الطقم 44 قطعه في الشارع. فبندي طبعا للعميل 3 ايام بعد استلام المنتج فحص واستلام، استبدال، استرجاع بدون اي اسباب، بدون اي شروط، مفيش اي مشكله خالص. كويس جدا. بحيث ان العميل يفرز ويشيك على المنتج بتاعه في البيت بمنتهى الاريحيه. وده دليل ثقه طبعا، دليل انكم واثقين في منتجاتكم. بالظبط. انت لو مش واثق مش هتعمل كده. بالظبط كده. فاحنا هناخد الحاجه ويعني خلاص، يعني هنبص فيها 3 ايام معانا للاستبدال او الاسترجاع زي ما تحبوا. طيب في نقطه مهمه جدا بقى وتهم كل الناس، خدمه ما بعد البيع. كتير جدا بيحصل مشاكل بعد البيع وبنلاقي مشاكل، يعني مثلا سي ان انا خدت اوكي المنتج وجيت بعد كده لقيت بقى ايه الالوان مثلا في مشاكل بتبقى كتيره جدا في الادوات المنزليه والحاجات اللي من النوع ده. مظبوط. ايه اللي يضمن للناس ان الحاجه اللي هياخدوها من سفنكس مصطفى نصر جروب هتعيش معاهم اطول عمر ممكن؟ مظبوط حضرتك، خدتينا بقى النقطة مهمة جدا. خدمة ما بعد البيع، احنا دايما بتقابلنا مشاكل كتير في اي مكان مع اي حاجة بنشتريها. طب بعد ما بنشتري الحاجة ونستخدمها، طب ظهر مشكلة سواء سوء تصنيع من المنتج او سوء استخدام من العميل، احنا بفضل الله ومعانا تجارب كتير، عملاء كتير تقدر تأكد على كلامنا في خدمة ما بعد البيع. برضه بحكم ان احنا زي ما قلنا مثلا المنتجات دي كلها انتاجنا، معظم منتجات مستورده استيرادنا، ما عنديناش اي مشكله نهائي في استرجاع، في استبدال، في صيانه. جميع المنتجات من خلال سفنكس مصطفى نصر جروب عليها ضمان 3 سنين، غير المنتجات اللي زي دي اللي عليها ضمان 3 سنين. لو حصل مشكله ظهرت اللي بيتم، لو حصل مشكله سواء من المنتج او سوء استخدام من العميل، بيتم عملية استبدال للمنتج أو استبدال للقطع اللي فيها مشكلة، مع برضو توعية العميل
لارشادات الاستخدام الصحيحه حفاظا على اطول عمر افتراضي للمنتج. وثلاث سنين مده مش قليله خالص على فكره. ومعانا عملاء برضو يقدروا ياكدوا لنا كلامنا. بعد الثلاث سنين نقدر برضو ان احنا دي تبقى بشكل ودي بقى بالظبط، طالما في قابليه ان انا اقدر نحل المشكله فما فيش اي مشكله ابدا. فالحمد لله مميزين جدا بشهاده العملاء بتاعنا. يعني ما فيش كلام بعد كده. يعني يا جماعه انتوا بتاخدوا منتجات شيك جدا في قمه الشياكه، ماتيريالز تعيش معاكوا عمر، والناس دي واثقه جدا من شغلها لدرجه ان في ثلاث سنين ضمان، وكمان بعد الثلاث سنين نقدر ان احنا نسترجع او نستبدل بشكل ودي عادي جدا. وثلاث ايام على استلام اصلا الاوردر، يعني لو لقينا في اي مشكله ثلاث ايام ده وقت كافي جدا. يعني الحقيقه مش عارفه اقول لكم ايه والله. احنا كده كده معانا 14 يوم سياسه الاستبدال والاسترجاع من خلال جهاز حمايه المستهلك. ده ما فيش فيه اي مشكله. احنا بندي للعميل كمان اللي ما نزلش وجيش عين الحاجه في مكانها ان الحاجه توصل له لحد البيت، ثلاث ايام فحص براحته خالص، يشيك على الحاجه ويراجع على المنتج طب بتاعه. طب يعني النهارده يا جماعه زي ما بيقولوا كده ايه، انت عارف طبعا مامت العروسه بيقولوا ايه، لفت ام العروسه والدوشه والدوخه مزبوط. وبتروح في مليون مكان ووجع دماغ، والعرايس برضو يعني بتبقى فتره صعبه جدا عليهم. فانت تقدري من النهارده تجيبي جهازك كله لحد باب البيت، لقيتي في اي مشكله تقدري انك تستبدلي او تسترجعي، مفيش اي مشكله، والناس دي واثقه. يعني انت لا هترجعي ولا هتبدلي ولا اي حاجه خالص، صح؟ ان شاء الله. وكمان مقدمين خدمه كويسه للعملاء كمان اللي يقدروا يشرفونا في المعرض، سواء عروسه بتجهز بتاخد جهازها او كمان في نقطه حابين نضيفها بالنسبه للمحلات والاماكن التجاريه برضو بيشرفونا. الحمد لله الاسعار بتناسب كل الفئات. تمام. بنوصل كمان المنتجات كلها لحد البيت، وانت حضرتك شاريه من الستور او شاريه من المكان بنوصل لك طبعا الحاجه لحد باب البيت بدون اي مقابل. طيب. بدون اي رسوم. نقطه كده عايزه اتكلم فيها سريعا عشان وقت فقرتنا خلاص كده انتهى. احنا داخلين على شهر 11، في خصومات طبعا شهر 11 والوايت فرايداي، كلمنا عن المنتجات اللي عليها خصومات عندكم والخصومات يعني بتوصل لكام في الميه. دي سريعا بقى مفاجاه احنا كنا محضرينها لمشاهدينا. إيه ان شاء الله ابتداء من يوم 1/11 لحد اخر السنه ان شاء الله. ايوه. عاملين اوفر جامد قوي في المعرض وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بخصومات واسعار. طبعا خصومات بتوصل معانا 50% ابتداء من 15%. الحمد لله لما بنعمل عرض وبنعمل خصم بيكون حاجه واقعيه، العميل فعلا شايف ان المنتج فعلا نازل عليه خصم وان السعر فعلا يعني مقبول كل جدا. كل منتجات اسفنكس مصطفى نصر جروب عليها خصومات بتبدا من 15% ل 50% على اي حاجه عندهم بدايه من 1/11، مش بقى لنهايه شهر 11، لا ده لاخر السنه. ده لاخر السنه معانا شهرين. لان في ناس ما بتلحقش تشتري في الوايت فرايداي وفي شهر 11 بالظبط، فلا معانا كمان شهر. طب نلحق بقى ناخد ارقام التليفون من على الشاشه علشان طبعا ده يعني 50% ده رقم بصراحه محترم جدا. انا بشكرك جدا على وجودك معايا، نورتنا وشرفتنا. ان شاء الله مزيد من النجاح والانتشار كمان اكتر واكتر من كده. شكرا جدا لحضرتك يا فندم، نورتنا. مشاهدينا بكده وصلنا مع بعض لنهايه فقرتنا، خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع بقى لفقره المطبخ وانتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقراتنا من شروق اليوم، ونيجي بقى لاخر فقره في حلقتنا وهي فقره المطبخ اللي بيحبها وبيحب يتفرج عليها جدا كل الستات البيوت. ومنورانا شيف جيهان ندى صديقه برنامجنا واللي معانا دايما في مطبخ شروق اليوم. ازيك يا شيف؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله والله يا حبيبتي. منوراني. عامله ايه؟ انت اللي منوراني يا شيف. انا شم ريحتها حلوه قوي. بتعملي لنا ايه؟ بصي يا ستي، احنا بقى اتفقنا ان نعمل كل حاجه في البيت. فهنعمل النهارده ان شاء الله فصوص الفراخ البلدي. خصوص الفراخ البارده ده عباره عن كولد كات بالفراخ. يعني انا هعمل لهم الكولد كات في البيت، صدقيني طعمها روعه. سيبك بقى من التدخين والتمليح والحاجات اللي بتحصل في اللحوم المدخنه، الكولد كات اللي هي المواد اللحوم المصنعه بتاعت بره اللي عليها كلام كتير. فاحنا قلنا نعملها في البيت بجوده طبعا اعلى، ووصفه سهله جدا سريعه جدا، والنتيجه هتبقى ان شاء الله روعه جدا. يلا بينا نبدا بالمكونات. يلا يا ستي. نقول المقادير. عندي صدر دجاج مخلي. طبعا انت ممكن طبعا تدبلري المكونات دي، انا بقول لك على مكونات صدر دجاج فقط لا غير. عندي التتبيله بقى عباره عن ايه.
بص يا ستي التنبيلة دي شروط أساس في التدبير، حلوة جدا تحفة جدا، بتطلع حاجة زي المدخن كده تبقى طعمها روعة، بس لو عايزة تغيري فيها ممكن. عندي معلقة من دبس رمان، معلقة من الصويا صوص، معلقة من زيت الزيتون. خدي بالك الوصفة دي كمان يا شروق صحية جدا، حاجة روعة ممكن تعملها جنب أي حاجة بقى لولادك. معلقة من خل بلسمك، ممكن تستبدليه بالخل الأبيض مفيش مشكلة. عندي يا ستي معلقة أو معلقة يعني معلقة ونص كده من الماسترد المسترد، وعندي معلقة كبيرة برضو من الباربيكيو صوص، صوص الباربيكيو. نص معلقة صغيرة من الملح لأن الكمية عندي هنا صغيرة. نيجي للتوابل بقى، عندنا يا ستي توابل دنادي، عندنا فلفل اسمر نص معلقه، نص معلقه من كل التوابل اللي هقولها دي، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه ثوم بودره، نص معلقه بصل بودره، نص معلقه من البابريكا العاديه، ونص من البابريكا المدخنه، ونص زعتر، وبهارات فراخ. حلو تمام، يلا نبدا نبتدي يا ستي. عندنا هنبتدي الاول بالتتبيله، مكونات التتبيله، كل مكونات التتبيله كده هنحطها في بولا. عندي الزيت الزيتون، دبس الرمان، دبس الرمان ده تحفه جدا يا جماعه وفوائده عديده، يعني انا بعمل حاجه مش بس حلوه لا دي فوائدها عاليه جدا. عندي الصويا صوص، تكتريش في الصويا صوص عشان اللون ما يغمقش قوي. خل بلسمك، الباربيكيو صوص مع الموستر. بصي قد ايه جمال التتبيله، يعني ده ميكس حلو قوي على فكره، ميكس جميل متخيل انا. الملح تمام، عندي البهارات، بهارات دنادي هنحطها كده كلها مع بعض، يعني نسيب حبه للوش بس فقط لا غير، نحطها على الوش. اخلطي بقى كل مكونات التتبيله دي مع بعض كده اهي. اللحوم المصنعه اختارها كتير قوي، وخصوصا لو استخدمناها يا شروق بانتظام، يعني حطيتوها بشكل دوري للولاد في اللانش بوكس او كلوها كل يوم. يعني انت عارفه لو كانها مره في الاسبوع، مره كل فتره، مفيش مشكله. فكره انها يوميا ده صعبه، ايه يوميا صعب جدا، لانها فيها هي مواد. يعني ايه اللحوم المصنعه؟ اللحوم المصنعه يعني انا بستخدم التدخين والتمليح واضافه مواد كيميائيه عشان احفظ اللحمه دي. احنا هنسيب يا جماعه الفراخ في التتبيله دي ساعتين ثلاثه كده لغايه ما تتشرب تماما. بعد كده احنا بنحضر صينيه فرن. طبعا الفراخ دي ممكن ليها طريقتين للتسويه يا شروق. ممكن تحطيها في الاير فراير، ودي اسهل، تاخد 40 دقيقه فقط لا غير، ايوه، وخمس دقائق وانت كاشفه الغطا ده عشان تاخد وش فقط، تاخد 45 دقيقه. الفرن بتاخد ساعه كامله، 50 دقيقه متغطيه و10 دقائق عشان تديها وش من فوق. تمام، فهماني؟ فانت ليك اختيارين، انا النهارده هحطها اهو في الفرن قدامكم على حسب بقى كل واحد واستخدامه. عندك الاير فراير وعايز تستخدميه تمام، عندك الفرن مفيش مشكله خالص. تمام. اللي هيحصل برضو هضيف شويه توابل كده فوق الوش. انت عارفه الحاجات دي يا شروق هي اللي بتعمل كماده حافظه للفراخ، انت عارفه بتديها شكل لطيف جدا، يعني بتطلع شكلها حلو. هي انا بلف كده، دي بتفرق داخل في الشكل بتفرق جدا. هي بصي خدي بالك، هي الحاجات دي اللي بتفرق في الطعم اللي بتاع بره، مش احنا قلنا كده؟ ايوه، التوابل مع مع طريقه التسويه، التركات الصغيره دي هي دي اللي بتفرق جامد جدا. فانا بقفل عليها كده بورق الزبده. طبعا الاول اوعي تستخدمي الفويل لوحده، الفويل لوحده مضر جدا، فاحنا بنقفل بورق الزبده وبعد كده بالفويل وبناخدها على الفرن، وقلنا هتاخد زي ما قلنا 50 دقيقه او 10 نكشف الغطا عشان تاخد وش. تمام، ساعه كامله، ساعه كامله تقريبا، ممكن تاخد اقل على فكره لو ست البيت هتستخدم الاير فراير، ممكن تاخد 45 دقيقه لو الاير فراير، 40 متغطيه، والباقي تمام هيبقى حلو مكشوف. بعد طيب كده ايه بقى الشكل الخارجي الاخير يا جماعه؟ بتطلع شكلها ايه؟ بتطلع بالشكل الروعه ده. يعني انا هجيب كل ده كده قدامي اهو. تمام، احنا بناخد طبعا دي
معانا سكينه دي لازم تتحط. التركه بقى المهمه برضو يا شروق دي لازم تفضل في الثلاجه مش اقل من 6-7 ساعات. ليه؟ عشان تعرفي تقطعيها رفيع وتبقى منتظمه. ده بعد التسويه تفضل في الثلاجه 6 ساعات. حطيها في علبه كده وحطيها في الثلاجه. تاخد تقريبا في الثلاجه 6-7، ممكن تسيبيها ليله كامله تبقى احلى. عشان لما تيجي تقطعيها تبقى سلسه زي ما انت شايفه كده. والتركه الثانيه بقى انها لازم لازم السكينه حاميه. ايوه يعني لازم السكينه زي السكينه عشان تديني الشكل المطلوب برضه. عشان تديكي كده الشكل ده. لو السكينه مش حاميه هتفرفتها. تمام، انت فاهماني ازاي؟ فالتركه الاولانيه تتساب في الثلاجه من 6 ساعات تقريبا او اكتر الليله، يبقى افضل. يعني تعمليها النهارده وتاكليها بكره. انت ممكن تقطعوها ارفع من كده يا جماعه، بس انا عشان الوقت بس. تمام، لا خدي راحتك، على فكره احنا معانا وقت عادي. فانت قطعي بقى براحتك رفيع، ممكن تقطعي رفيع خالص زي الكولد كات اللي بيجيبها من بره. الولاد هيحبوها جدا. يعني تحطها لهم بقى في السندوتشات مع المايونيز بقى وشويه خس شويه خيار مخلل، يعني هتبقى روعه جدا حقيقه. يعني طعمها بيبقى حلو، حلو قوي ونضيفه. احنا تجنبنا اخطار الايه. انا اصلا ما شاء الله يعني ريحه الوصفه واصله لي. هي الريحه طبعا اوريدي انا تخيلته، يعني تحس انها مدخنه صح ولا لا؟ ده حقيقي، تحس انها مدخنه اوريدي يعني. فاحنا بنعمل حاجه مش اي كلام يعني. هي طبعا بتبقى بالشكل الروعه دوت. بص يا ستي، احنا بنحط بقى هنا مايونيز. حطي بقى، ممكن تحطي مسترد زي ما انت عايزه على حسب الرغبه بقى كل واحد. الاولاد طبعا كاتشب فوق الوش. حطي خس خيار خضار بيبقى تحفه عشان تبقى وجبه كامله. ساندوتشات كده بالمايونيز. احنا ممكن نعمل ساندوتش واحد بحيث اوريدي خلاص خلص عشان الوقت برضه. بصوا يا جماعه، هي بصوا شكلها تحفه ازاي. بتاعت كده اهي حاجه يعني لذيذه جدا، سريعه كده وسهله، وهتطلعي حاجه حلوه صحيه لولادك. ادي اول ساندوتش اهو. كفايه ولا عايزه نعمل تاني؟ تمام، لا احنا كفايه كده الوصفه. طيب تمام، عشان عايزه انتقل برضو للساده المشاهدين. طبعا احنا كنا وعدنا الساده المشاهدين بان هيكون معانا النهارده فايزه من في المسابقه الخاصه بشركه دنادي اللي اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت. الناس اللي متابعينا بقى، احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن مسابقه دنادي، وقلنا ان الجمعه دي هيكون معانا متسابقه هتفوز معانا، وقلنا برضو اجهزه هتكون قيمه جدا. ولكن بناء على طلب حضراتكم وطلب المتسابقين، هم طلبوا مننا، دخلوا على الصفحه وطلبوا مننا ان احنا نمد مده المسابقه شويه، لان في متسابقين وفي ضغط، ناس كتير جدا عايزه تشترك في المسابقه وناس كتير جدا ما لحقتش انها تشترك. عشان كده ان احنا قررنا ان باذن الله هنمد المسابقه ممتدة لمدة أسبوع كمان. إن شاء الله الفايزة معانا هتبقى معانا هنا في برنامج شروق اليوم الجمعة اللي جاية بتاريخ 25/10 إن شاء الله الجمعة اللي جاية. وخليني بقى للناس اللي بتشوفنا لأول مرة أو بتسمع عن المسابقة لأول مرة، خليني برضه أشرح لكم المسابقة عشان برضه يبقى عندكم الفرصة إنكم تشتركوا في مسابقة دنادي. شركة دنادي للتوابل والبهارات زي ما شايفين قدام حضراتكم، دي توابل دنادي. وطبعا توابل دنادي غنية عن التعريف وانواعها كتير جدا، بتغطي كل احتياجات المطبخ لست البيت. يعني فيها بصل بودر، ثوم بودر، بهارات لحمه، بهارات فراخ، 7 بهارات، كمون، كزبره، فلفل اسمر، شطه، بابريكا، كل حاجه ممكن ست البيت تحتاجها. ريحه وطعم ما شاء الله يخلي الاكل بتاعك في حته تانية خالص. طيب المسابقه بقى عباره عن ايه يا جماعه؟ تاني هنقول، هتصوري اكله من اكلاتك وهتطلبي منتج دنادي. اول حاجه الارقام الخاصه بشركه دنادي على الشاشه قدام حضراتكم دلوقتي، خدمه 24 ساعه. تطلبي المنتج النهارده او وانت اول ما تشوفي الفقره دلوقتي كده، ايا كان انت شفتيها فين، تلفزيون او ايا كان على السوشيال، هتتصلي بالارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي وهتطلبي العرض الخاص بدنادي 12 نوع هيوصلك لحد باب البيت تاني يوم. عجبك هتستلمي، ما عجبكيش هتسترجعي المنتج وبدون اي مصاريف شحن اطلاقا. يعني تاني يوم على طول المنتج هيبقى عندك. هتاخدي العرض ده وهتعملي اكله حلوه كده من ايديكي، وهتصوري العرض جنبها وهتبعتي الصوره دي على صفحه دنادي اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي. دي الصفحه الخاصه بشركه دنادي، هتبعتي الصوره الخاصه بيكي بتاعتك، بتاعت الوصفه بتاعتك، واهم حاجه نصور العرض الخاص بدنادي اللي حضراتكم برده شايفينه قدامنا دلوقتي.
وهتبعتوه على الصفحه دي، بلس انك هتعملي فولو او لايك للصفحه الخاصه بدناتي، وهتبعتي برضو السكرين الخاص بالفولو بتاعك او المتابعه بتاعتك مع الصوره الخاصه بالوصفه بتاعتك، هتبعتيهم على الصفحه، ودناتي هتنزل الصوره بتاعتك مع باقي المتسابقين، واكتر بوست هيجيب تفاعل صاحبه البوست ده هي اللي هتبقى معانا الحلقه اللي جايه، وهتستلم هديه قيمة جدا جدا. احنا معانا هدايا كتير قيمة وخاصة بالمطبخ، بما اننا بنتكلم عن توابل منتجات مطبخ. احنا برضو معانا صور للمتسابقين بالفعل تفاعلوا معانا الاسبوع اللي فات، يا ريت نعرضها بقى ناس كده ايه برضو من الناس اللي شافونا الاسبوع اللي فات صوروا اكلاتهم مع منتجات دنادي، وبالفعل شركة دنادي نزلتها على صفحتها وفي تفاعل كبير جدا جدا. ادخلي في المنافسة، اطلبي منتجات دنادي صوريها جنب الاكلة وبعتيها، هتلاقيها نزلت على صفحتهم، وكلمي بقى كل اصحابك وكل حبايبك يتفاعلوا مع البوست بتاعك. اكتر بوست عليه تفاعل هتكون معانا ان شاء الله الجمعه اللي جايه يا جماعه هنا في برنامج شروق اليوم بتاريخ 25/10، هتستلم هديتها معانا. وزي ما قلنا الهديه عباره عن في خلاطات، في هاند بلندر، في ميكروويف، طبعا اجهزه ادوات منزليه واجهزه كهربائيه، كل حاجه المطبخ ممكن يحتاجها، هدايا قيمه جدا جدا باذن الله. واحده منكم هتبقى معانا كل اسبوع. دي المسابقه الخاصه بدنادي، الحقي تواصلي معاهم، الحقي ابعتي الصوره علشان تكوني معانا الاسبوع اللي جاي هنا في شروق اليوم. يا شيف بشكرك جدا على وجودك معانا. انا اللي بشكرك. بشكرك على وصفه النهارده، ان شاء الله كده تنورينا في كل حلقه بوصفاتك الحلوه دي. شكرا جدا لك. مشاهدينا بكده وصلنا مع بعض لنهايه حلقتنا من شروق اليوم، تابعونا ان شاء الله الجمعه اللي جايه في نفس الميعاد على شاشه قناه هي 3 العصر. نشوفكم على خير والى اللقاء.